لاحقا دور ما عرف بلجنة الستة، حيث قرر قادتها في آخر اجتماع لهم بتاريخ 23 أكتوبر 1954 بالرئيس حميدو بوينت بيسكاد سابقا بالعاصمة تجسيد الخطوات العملية لتفجير الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر 1954. يقودها التنظيم الثوري الجديد الذي حمل اسم جبهة التحرير الوطني أفلان، وتسمية جناحها العسكري بجيش التحرير الوطني آلان. ونحن نرفل اليوم في نعيم السيادة والاستقلال، تحرص بلادنا بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على مواصلة الانتصارات باستكمال بناء الجزائر الجديدة المنتصرة التي يتمسك فيها الجزائريات والجزائريون بهويتهم وبالقيم النوفمبرية، وتحفظ فيها الذاكرة الوطنية، وتخلد وتترسخ الممارسة الديمقراطية، وتتوسع المصفوفة الوطنية للحقوق والحريات، وتكرس التنمية، وتمكن المرأة ويشرك الشباب بفاعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.